السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي، أنا بكون فيديو جديد على قناة جمجمة. النهاردة بإذن الله ما زلنا مستمرين في لعبة ميديفل داينستي، لعبة جميلة جدا بصراحة. في آخر حلقة كنا بنينا مبنيين زيادة تقريبا في القرية وجندنا حد معانا وعملنا شوية مهمات، يعني واحنا تحس ان احنا في اخر حلقه عملنا كل حاجه وما عملناش حاجه في نفس الوقت. لعبه كبيره ومتفرعه، مش عايزين نرغي مقدمات كتير عشان بصراحه اللعبه وحشاني. بسم الله ويلا بينا نخش في الفيديو. في حد محترم ومشكور جدا عرفني ان اللعبه ليها تعريب، انا ما كنتش اعرف بصراحه، ما توقعش ان ليها تعريب، فحملت التعريب وشغال زي الفل. المشكله مش عارف التعريب من مين بالظبط، فشكرا بجد اللي عرب اللعبه وشكرا على اللي قال لي على تعريب اللعبه عشان اوفر عليا ترجمه كتير كده. انتوا ترحمتوا من الترجمه الارتجاليه بتاعتي، الحمد لله. كنت بحور عليكم في الترجمه احيانا يعني. طيب ده الواجهه كلها بالعربي خالص. سماد، بذور جزر، حبوب القمح، بذور الملفوف. والله يعني حاسس ان الترجمة يعني كويسة. استنى بس، في حاجة صح برضو انتوا ايه اعترضتوا عليها؟ تعالى هنا. ولو اني ما بحبش ابقى يعني بحب ابقى كده فاهم يعني على طرف الشاشة، بس يعني ممكن قولولي كده لو مضايقاكوا نغيرها. كل ده عشان تشوفوا الرمح اللي تحت. طيب انا شقلبت نفسي الناحية التانية بحيث ان يعني ابقى باصص وببصص للعبه برضو، فانتوا قولوا لي هل كده افضل ولا المكان القديم افضل؟ لان في الاول في الاخر انتوا اللي هتتفرجوا على الخلقه دي لمده ساعه، الله يكون في عونكم. طيب قريتي الجميله يا اخي، اللعبه دي فيها والله فيها راحه نفسيه، تحس ان انت رجعت قريتك بجد، تحس ان انت رحت سايب العيشه في الضوضاء ورحت كده انتقلت للارياف كده والحياه المسالمه الهادئه. حاسس ان انا في عالم تاني دلوقتي، جميله قوي اللعبه دي. ايش؟ ايه الاخبار؟ تمام، وريني كده اللوجز. ايه النظام؟ لوج سجل؟ لا هزعل. لا 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 لا. هي لوج تيجي بمعنى سجل، بس هنا مش سجل خالص. لا ازعل والله من معنى 13 سجل. ماشي، ده ترجمه حرفيه قوي يا كابتن. كتر خيره في الاول وفي الاخر. طيب الراجل ده ايه يا ابني؟ ايه الاخبار؟ اصطدت لنا حاجه؟ وريني كده. اكيد ما اصطدتش حاجه. في حد قال لي محتاج تدي له قوس ولا انت هتعمل لي فيها زعلان ومقموس؟ ادي له قوس وسام لازم. طب ما هو مش مكتوب انه محتاج قوس وسام، هو شكله بيتحجج. هي فين اهي؟ لا طيب تقدم. لا هو شغال من غير قوس وسهم على فكره، هو مش عايز غير سكين بس، هو لسه ما عملش حاجه تقريبا. ماشي، هو بيدي بينك قطعتين لحمه في اليوم، فاحنا لسه اليوم في اوله، فممكن. انا مش عارف هو بيعمل لحمه، انت بتجيب اللحمه منين يا اسطى؟ بتجيب اللحمه منين وانت قاعد ومتكي كده وروش كده؟ انا لم منك. ماشي، مش هنسال عن مصدر اللحمه، احنا في ظروف صعبه، المهم ناكل. عايزين نكمل ميشنز. قال لك الميشن اللي جاي يتحدث الى صنبور ولا نبني حاجه. في حد قال لي ابني بئر عشان يعرفوا يجيبوا ميه من غير ما ايه توجع دماغك. وريني كده البئر فين. الوجه العربي برضو حسنا ويل، حسنا ويل. لا 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 يا كابتن، لا يا كابتن مش كده. ماشي حسنا، تعال نعمل فيهم حسنا ونبني لهم حسنا. نبني هنا كده في نص القريه عشان الناس تاخد منه ميه. حسنا، نشوف هنكمل ايه. محتاجين 4 سجلات عند، هاتي السجلات يا ستي. انا كنت حاسس ان انا هندم على الترجمه دي. ماشي، كتر خيره، كتر خير. طيب انت تحمل كثير جدا، انت ماشي يا عم. بعد حسنا دي ما تكلمنيش بعد اذنك، بعد حسنا وسجل دي مالكش دعوه. يوجد عقبات انا ولا ايه؟ اوعى يا استاذ، اوعى عشان ابني. ماشي، طلعت انا العقبه. انا العقبه، انا ما اعرفش. ماشي، محتاجين سجل كمان. لا بقول لك ايه، شد حيلك في السجلات وريني كده. احنا مخلينا تعمل سجلات كتير. التركيز كله على السجلات اهو. ماشي، ربنا يعينك. انت بتعملي سجلات من هنا؟ تشتغليني؟ ما تروحي قطع شجر. اشمعنى انتوا اللي صحرا وبتجيبوا سجلات من العدم؟ لكن انا لازم اروح اقطع شجر وابوظ البيئه ويطلع عيني. هي قاعده عماله بتستحضر سجلات. محتاجين قش. 5 4 3 2 1. يا يعني وقفت على دول. احنا المفروض معانا قش كتير هنا. بس كده قش قش قش، هات لنا دول. قش قش 119. اوف 22 دلوقتي ولا حاجه. الو الصوت شغال، كل حاجه شغاله تمام. طيب يا موسى ربنا ما يجيب مشاكل. خلصنا القش هنا، نعمل قش هناك وسجلات هنا. في واحد سجل، تم الانتهاء. جميل. مؤسسه؟ ايه مؤسسه دي؟ لا بقول لك ايه، ما انا في حاجات عارفها وفي حاجات انا مش فاهم قصدك اصلا. صناعه يدويه، اشرب. اوكي، ايه صناعه يدويه دي؟ قربه ماء او دلو. محتاجين دلو. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يملوا ميه دلوقتي ولا ايه؟ وبرميل بتخزن ميه هنا. طب انا شفت دلو هنا تقريبا كان في هنا دلو.
دالو محتاج ايه؟ محتاج اتنين تمرين. تمرين ايه يا عم بقى؟ ماشي اتنين بلانك. ايه خطة الشراء دي؟ ماشي محتاجين اتنين بلانك عامة. طيب بسيطة، ممكن نعمل بلانكات احنا معانا، يعمل بلانك معانا. ولا احنا كنا عاملين اتنين بلانك، استنى كده، كان معانا بلانكات في اسمه ايه ده، في المخزون هنا. هات اتنين بلانك. اوكي اعمل لنا لازم افتحها. فتحناها. اوكي اشتريتها بمية. ماشي يا سلام على الحرفي، بيعمل بيعمل دلو بسكينة. خلصت واحد دلو. اوكي كده معنا واحد دلو. عندكش واحد عقرب بقى عشان بس يبقى ماشي يعني. صناعة يدوية، دلو من الماء. انا خسرت دلو وعملت دلو من الماء. انا يعني مليت دلو في جيبي وبقى فيه دلو من الماء دلوقتي يا راجل. هوبا محتاجين فاير وود. بيستهلكوا الفاير وود كتير قوي. شكلي هديها اوامر تعمل فاير وود، بس بصراحه اللوجز اهم. طيب اعمل فاير وود كمان معلش. احنا كده والدلو بقى نسيبه لهم. ماشي نحط الفاير وود، نحط لهم دلو بتاع الميه برضو. انتوا بتريحوا؟ ماشي انت حقك تريحي. هو بصراحه الواد قاعد مريح اصلا، سند على الحيطه طول اليوم. لحمه مشوي، قربه ماء. خد يا ستي هاتوا لنا القربه عشان لو عطشنا في الطريق. وخدوا انتوا دلو. ما حطيناش الحطب. صباح الفل. الحطب الحطب اوعى الحطب اهو. حطب ما استنى، نسيت الطريقه السريعه. اوكي ماشي كده معاهم حطب، المفروض يبقوا مبسوطين شويه. الليل الليل عجبكم كده لغايه ما عملنا الحطب وعملنا الدلو؟ انتوا مزعجين على فكره، كان زماننا عملنا ميشن ولا حاجه. يا عم تعالى، ايه المشكله؟ بس عايز اتاكد الانفنتوري بتاعتي مليانه 35. العربي اتعكست. ماشي 26. شتله نبات الهب. ايه نبات الهب ده؟ اعمل لك واحده نبات هوب عشان تهبوا بعض انتوا الاثنين، بدل ما انت واقف كده مش عارف تتكلم مش عارف تقول حاجه، اعمل لكم نبات هوب. بيبصوا لي كده ليه؟ امال الاثنين فجاه واحده بيبصوا لي احسهم بيقولوا لي انت عبيط يا اسطى. تعال نحط نبات الهوب هنا. اوكي اركن الهوب. الفأس اللي عايزينه، رمح عايزينه، الحجر اركن دلوقتي طالما مش هنعمل بيه حاجه. السماد اركنه دلوقتي. القش، لا القش بقى معلش مكانه هناك معلش عشان ما نلخبطش الدنيا. لا مؤاخذة، توقعتش ان هم، توقعتش انها تتحسب يعني، قلت قشطه هجلتش وعدي. يا عيني. انت حمار. يا دماغي سجاده. طيب اركن القش. ايه عصا دي؟ ستيكس. ماشي اوكي. لا خلي ستيكس معانا عشان اركن الفرو. وعاء خشبي، انا معايا وعاء خشبي والله العظيم. اركن بذور شمندر، اركن. ماشي يلا بينا يلا بينا ننطلق على الميشن. في حد برضو محترم منكو قال لي ان في حصان في الحظيره، قال لي استنى ما تشتريش الحمار يا ابو الجماجم، ولان الحمار شكله جامد بصراحه. تخيل تلعب بحمار حاجه جديده. بس حد قال لي وفر فلوسك بلاش عشان في حصان بدل ما تشتري حمار. عنصريه عنصريه. ايه يعني حمار يعني؟ يروح ينتحر يعني عشان هو حمار يعني؟ يا عالزمن يا عالزمن وعلى الدنيا. بلانكات حلو ملفوف، ما تيجي ناكله خلاص. ولا ماشي هات هات الملفوف. يلا بينا نروح لصنبور نشوف صنبور. بسم الله توكلنا على الله. نصطاد في الطريق. حاسس ان احنا مش محتاجين اكل او معانا لحمه كتير، بس بيني وبينك لا بتنباع وبنستفيد من فلوسها، يبقى نصطاد في الطريق. احلى حاجه ان انا ماشي ومصدر الرمح، لو هو اي حد هيطلع. مشكلة ان رمح خشب معفن، هي عصايه وسنتها اساسا بيكسر من خبطتين. يعني لو كلب بلدي مش هيخاف من الرمح ده اساسا. بس اهو اي حاجه اي حاجه بتغز وخلاص. حاسس ان احنا وصلنا متاخر شويه لعم صنبور. يا رب يبقى صاحي، يا رب العم صنبور يكون صاحي. انت قاعد لوحدك عم صنبور؟ ماشي يا عم. ايوه بقى وفرش الهدوم وفرش الهدمتين وطلع كده تورش عشان الناس مش بتشوف حاجه بالليل. ماشي يا عم صنبور. سلام عليكم ابو السنابير حبيب قلبي اللي وحشت. قوم يا راجل. عذرا لما اقصد الازعاج. عذرا جيت اولع لك في البيت، بس انا دخلت جوه صنبور. انت بياخدني بالحضن؟ لا 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 صنبور ابعد يا عم، ابعد يا عم. هو بيعمل ايه؟ ابعد يا صنبور. يا جدعان يا جدعان المنظر مريب. عذرا لما اقصد الازعاج. انتظر لحظه، انظر في عيني توقف عن الارتعاش. يا للصراخ بصوت اسود وازرق. انت من عائله
يوردن أليس كذلك؟ أنا من عائلة يوردن، اسمي راتشيمير، يجب أن تكون أنت صنبور إذن. وكيف عرفت ذلك؟ كنت أتحدث مع يوني جوست، أخبرني بأنك كنت جزءا من الريمايندرز. جزء من ماذا الآن؟ حزمة تلك التي تحتوي على يوني جوست ويوردن. لم أسمع بهذا الاسم يا جدع أنت. كنا نلقب بالقبضة الخالدة. يا سلام يا إلهي، هذا أسوأ. هناك شيء سأركله بالتأكيد، خيار ذكي بالفعل. أيها الحق، هو الرجل ده ماله؟ في إيه يا كابتن؟ يا إما هو يا إما الترجمة العربي عاملة مشكلة بيننا، يا إما أنت بتشتم. أنا عايز أعرف بس، عايز أتأكد عشان أعرف إيه اللي أدب ولا لا. هل أنت بتشتم ولا الترجمة هي اللي عاملة مشكلة؟ أحب أن أسمع بعض القصص عن عمي ومغامرات العصابة. هذه صدفة، لأنني أود قضاء وقتي في سرد الحكايات القديمة. يا له من أمر حقا يا أخي، إنها لن تستغرق وقتا طويلا. لحظة فقط أخبرني، كيف كان عمي وكيف أصبحت جزءا من القبضة الخالدة؟ والأهم، ماذا كنتم تفعلون بالضبط كجماعة؟ أيوة، ماذا كنتم تفعلون بالضبط؟ عشان أنا بالأحضان دي أنا مش مرتاح لك. أنتم ماذا كنتم تفعلون؟ طيب، بصراحة الحتة دي مملة جدا، فقلت أقولها لكم كده في السريع. الراجل ده كان صاحب عمي، والراجل اللي احنا قابلناه يوني جوست ده، وكانوا عاملين عصابه، وقعد يحكي لي قصه كده خرافيه عن عمي. عمي كان بيشتغلهم اساسا وعامل عليهم افلام هندي، وراح واقف في نص القصه وقال لي عشان اكمل لك القصه روح هات لي طين من حوالين البيت، حاجه زي كده. فاروح اجيب له طين وارجعه له. بصراحه الترجمه مصعبه الموضوع اكتر واكتر، الترجمه سيئه جدا، وهو قصته ممله جدا اساسا، فانا بقول هنعمل لها سكيب يعني. معلش، تفضل خذ هذا الجاروف، انها ليست جيده ولكنها ستفي بالغرض. هناك مكان للطين خلف بيتي، اذهب الى هناك ونقب عن بعض الطين. بالخدمه رئيس. في الاخر انت اللي زعلان. يا عم انت اخيرا، ايه يا استاذ، بقالنا ساعه لو رجع ينام عادي خالص. ماشي، استخرج ترسبات الطين. فين ترسبات الطين؟ منين؟ هو قال لك ورا البيت، ما اعرف. وعايز طين، عايز طين منين الراجل؟ ايه ده؟ تمثال غزال غريب، هاتوا. ما يدورش. اهي. طيب استنى نعمل اول، عشان بس ايه الدنيا ضلمه مش شايف حاجه. عملنا يا ابني كام فاير. تجين ستيكس، جمع ستيكس. هنا هنا يا عم يا عم، ايه المعامله دي؟ اخيرا ولع يا سيدي الكام فاير. اتكسرت، عاجبك كده؟ يا لهوي على الحظ. مش عارف اولع الكام فاير. يا لهوي على الحظ. والشعله محتاجه ايه؟ 9 قش. يا لهوي على الفقر، مش معايا قش. قش الحمد لله. اجمع، الله يكرمك. انا مش شايف، انا بجمع ايه والله؟ يعني مش انتوا بس اللي مش شايفين، انا مش شايف حاجه. يا فرج الله، وريني بقى ايه ده بقى؟ انا فين؟ مش هات قش تاني عشان نعمل شعله جديده لما تخلص؟ نخلي معانا 9 قشات. وفي راح فين؟ ولع فيه، اطفي، ننام لغايه بكره عشان ايه؟ تشوفوا احنا بنعمل ايه. نوم العوافي. يا عيني يا ابني، نايم في البراري خالص. طيب يا فتاح يا عليم، بسم الله، يلا بينا. وبقى كان بيقول انا اديتك حاجه تستخدمها، وريني كده. ايوه، مجرفه خشبيه. هات رقم 4. تين التين التين اهو. ايوه، ماك مانتين. احنا لسه ما خدناش حاجه، معانا 9 تين. طب كويس والله. استخرج 2 ترسبات تين. هات تين كمان، ماك مانتين. اكيد بقى تبع الدبليو دبليو اي عشان ماك مان وكده. يا لهوي، الحمد لله انا ما سمعش الافيه ده، ما كانش هيساعدني. طيب وصل له التين، اتفضل يا سيدي. بتهزر؟ اتكلم بجد والله العظيم. استاذ تعال، عشان انا اتشليت على ما يبدو. عمي تعال الحقني، اغص عليك، راجل مش جدع على فكره. قوم يا ابن العبيطه، قوم، فضحتنا. ليه حق ما يحترمناش؟ انت شفت اللي حصل ده؟ الحمد لله قاعد وحاط رجل على رجل مش واخد باله. اتفضل يا عم، ادي كل الطين. ماشي، بيقول لي خلاص غور بقى، ويا ريت ما اشوفش وشك تاني. ماشي. راجل عنيف جدا، راجل عنيف جدا، راجل قليل الادب بصراحه، محتاج يتربى. ماشي، محتاج يتربى. انا اقول لك يتربى ازاي؟ دي مش تربيه، دي انا اضربه بالرمح، مش تربيه. نسرقه يا ابن اللذينة، مش صايع برضو، اكيد مش حاطط فلوسه في اكيد مش حاطط فلوسه في صندوق. الراجل سادة بالله، انا هفضيك لو اني مش محتاج اي حاجه من اللي انا خدتها دي. بس عشان انت راجل رخم، انت راجل رخم وقليل الذوق وقليل الادب. اوه اوه اوه، طب نسرق القوز ده، والنبي والنبي نسرق القوز ده بالله عليك، حرام عليك.
استغفر الله العظيم. ماشي يا عم. كويك سيف. هل معانا؟ مش معانا. استنى كده، شكلي هرجع للقبيلة. شكلي هرجع للقبيلة بلحمة كتيرة. استنى بس، استنى استنى كابتن. يا وقعت عليه ولا انا بيتهيالي؟ انا سمعته بيصوت. اتمنى اكون وقعت عليه. استنى هنا، نحتمي هنا بالشجرة دي. ان شاء الله تحميني، ان شاء الله تحميني. يا نهار اسود. لا يا عم ديمو يا ابن كلبة مراوغ. في واحدة تانية صح؟ رمح خشبي. شت، مش متفائل، مش متفائل. عايز اصنع رمح. شت 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 شت. محترم محترم والله، صعبت عليه تقريبا. موت بقى. بيهرب 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 ولا ايه؟ هو اللي بيهرب هناك ده صح؟ استنى استنى، ابعد عن التاني، ابعد عن التاني، ابعد عن التاني، ابعد عن التاني. سمع صوته، سمع صوته. يا ابن الكلاب يا عم ابو السرعه. لا اتنين، لا والله اتنين افترى، اتنين افترى يا عم ابوكوا. اتنين افترى، اتنين افترى، اتنين افترى يا اخي. ترزع ترزع. تلاتة هيت شوت. يا ابن الجزمة مش عايز يموت. عارف انا بعمل ايه؟ رايح لصاحبه برضه. الله يحرقك انت وصاحبك يا اخي، يا اخي الله يحرقك انت وصاحبك. استنى، في كمية رماح. ما انا بروح اجيب الرماح وهو بيهرب. انا مش فاهم ايه الهم ده. تالي هو ده. ما جاتش ازاي؟ اخيرا اخيرا يا عملتها اخيرا. ليتس جو بيبي ابو الجماجم بالصياد. يا ساتر يا ساتر، سنين من التتبع والتقفي الاثر. انا وقفت. انا وقفت، انا اتثبت. يا نهار اسود على كميه اللحمه. 30 جلد طين شكله مهم. جمجمة شكلها مهمة. جمجمة الفأس، لحم مشوي. كله كله كل اللحم المشوي ده. أنا محتاج أخلص من حاجات كتير. عصا، نخلص من العصا. طيب مش عارف أخلص من إيه ولا إيه. أخلص من المجرفة دي، أخلص من البلانكتين، أخلص من الرمح. طيب تعالى ما سايف عشان أنا هموت غالبا، موت لان انا بيت بطيء. بس انا نفسي ارجع بالموارد دي البيت. يا رب اقدر. يا لهوي، بيت ايه اللي ارجع له؟ شوف البيت فين يا رب استوره. طيب خلينا نروح الاول الطريق الرئيسي. وريني كده، نروح الطريق الرئيسي ومن هناك نمسك الطريق الرئيسي. لا يمين ولا شمال. ايوه وصلنا الطريق. اشرب ميه بس عشان الوضع عطشان. اوكي جميل، توكلنا على الله. يلا بينا، خلينا بقى ماسكين الطريق نعمل لها ايديت. كويس والله، لما بتمسك الطريق فعلا الرئيسي صعب يطلع لك حيوانات. هي حصلت قبل كده وطلع لنا حيوانات مفترسة، بس يعني صعب، مش مستحيل بس صعب. قريتي هناك جاي لكم. طيب تعالى نشوي اللحمة اللي معانا عشان نبيعها. عايزين نبيع جزء كبير منها وجزء تاني نخليه ياكلوه. اوف 70. تعالى نشوي 50 نبيعهم. 50 للبيع. يا ولد منظر جامد. دقيقتين ونص. اوكي 58 لحم مشوي.
59 60. طيب تمام كفاية. تعال نخزن الباقي نبقى نشويه ما نرجع عشان المساحة بس. تمام. ايه تاني عايزين نخزن؟ حاجات تانية. جلد عايزين نخزن الجلد. اوكي خزنه دلوقتي. الطين ده خزنه برضو. مفيش مساحة ولا ايه؟ متقولش الصندوق ليه مساحة. مينفعش اعمل واحد تاني؟ طيب تعال نخزن عندهم هناك. بس احنا كده لخبطه. تعال نخزن هنا. كيريني كده خزن الطين الجمجمه الجلد ده برضو خزنه. ايه ده فأسي؟ هات يا عم الفأس يا عم بتاعي يا عم. عايزك تخزن الجلد. تعال نروح بقى نبيع اللحمه اللي عملناها دي. نروح نبيعها لحد في القريه. استنى بس اخد دش سريع كده استحمى. سلام سلام على النظافة. يلا بينا. اقول لك حاجة، تعال نسأل حد على وريني كده على مكان للأحصنة. اين يمكننا ان اجد البائعون تربية حيوانات اسطبل؟ توتكي هو كله بيقول على توتكي. وفي هورنيكا. استنى كده فين هورنيكا دي؟ اوه ينهر السود. ماشي عامة احنا اكيد محتاجين نفتح الاسطبل اساسا لسه، فما بلاش نغبط المشوار ده الا لما نكون مفتحين الاسطبل. تعال دلوقتي بقى نبيع لحمة. نبيعها نجرب نبيعها للست اللي هنا دي بتاعت الخنازير تقريبا. هي فين؟ ايوه سوبمير. خد عم سوبمير اريني بضاعتك. لحم مشوي بتتباع قطعة باربعة. عايزين نبيع 50 قطعة ب200. جميل والله جميل. ماشي احنا خدنا فلوسه كلها ولا ايه؟ لا انا معايا 700 وهو معاه 800. شت لسه معاه اكتر مني. نرجع بقى نعمل زراعة. حد فيهم يعرف يزرع؟ وريني كده. تحدث حديث شخصي مهاراتك. الزراعة عمل معقد يمثل تحديا لكنه ايضا يحمل في طياته مكافآت كبيرة في النهاية. طب جميل من اولها كده. تعال يبدو ك اوكي انت جاي بجد. انتوا ما شاء الله بيتوش تقولوا لا يعني. احيا اكل وشرب وبيت. عايزين نحدد له بيت. استنى نروح نحدد بيت. بص يا سيدي اقعد معايا ومنها كده هيبقى راجلين وست. الموضوع مش لا يوجد اشخاص. ليه عايز اعمل له بيت جديد؟ احنا كده كده كنا هنعمل بيت جديد بس يعني كده وجع دماغ. ماشي ماشي شيل البتاعة دي. محتاجين سجلات. ماشي بتعرف انت شفت موضوع البيت ده 100 مرة فيعني انا هعمل سكيب واجيب لكم واحنا بنفنشه ان شاء الله يعني. انت فاكر ان بيتك هيحميك؟ يا لا ما بينه وبينك ولا في قفل ولا في اي حاجه. احنا عاملين بيت فتح الباب ودخل نطحني يعني. هو بنطحه واحده فتح الباب وقتلني بنفس النطحه. يا ابني كذا. طيب بدانا من فين وايه المكان ده؟ احنا كنا ضمنا الواد ده ولا لسه ما ضمناهوش؟ احسن انا كنت متردد عاملين له بيت احسن. كويس ان احنا عدنا. طيب تعال نكمل احنا الزراعه مالناش دعوه بيه. نحاول نشتري بس سماد. محتاجين سماد. كان مين بيبيع سماد؟ كنا اشتريناه احنا قريب بس من مين؟ ممكن اللي فيه علامة قش ده هنا ده؟ ده السماد السماد السماد. الله اوكي 150 ناخد 25 سماداية. ماشي كتير حبتين عشان نركز على الزراعة ونتطور. ورينا كده التكنولوجيا. وعايزك تعمل ايه؟ الزراعة وتربية الحيوانات. تعال نبني بتاع تخزين الطعام دي يمكن تخلينا نتطور في الزراعة. تعال نعمله هنا. محتاج برضو سجلات وبتاع. يا رب على وجع الدماغ. ماشي ادي البيز. طب نخش ننام عشان الهيلث بتاعي واقع اصلا. نخش ننام وبكره بدري نبقى نبني مخزن الطعام ده. طيب يا فتاح علي
سلام، شوف المنظر، سلام، احسن منظر في المكان. كوسة. بطبل نفسي، فكر ابني بتاع خشب كمان بحيث نخلي ناس تعمل فاير وود. بصراحة الخشب مهم قوي، نفكر خليهم هما الاثنين يشتغلوا اصلا في الخشب، لان انا فعلا انا بجيب لحمة كتير اساسا كده كده، فنخلي الواد التاني يشتغل معاه في الخشب. ممكن ايه ده؟ ايه ده معلقين ايه ده؟ توم ده ولا ايه؟ عشان الفامبايرز. نعمل لنا هامر جديدة. اوكي، لسه السقف نسيناه. ايه ده، وانا لسه بعتش اللحمة اللي معايا. ده التسيفة قبل هبيع اللحمة. بتهزر؟ عشان كده المساحة باي. انا بقول المساحة مالها، عايزين نروح نبيع اللحمة. تمام، يا ساتر السقف عليه. حط هنا لوج، حط هنا قش ولوج. دي ممكن اجيبها من هنا. طب كويس، مفيش اي واقعية بس انا مبسوط، مش مهم الواقعية. تمام، دي ممكن اجيبها من هنا. هنا كده نصطادها من هنا هيد شوت. ايوه اخيرا. اوكي، ده بقى يعني ايه؟ مخزن للاكل. التكنولوجيا زادت ولا اتحركت؟ عادي عادي، انا اصلا كنت عايز اخزن الاكل، عايز اعمل مخزن الاكل. ايه عادي عادي، لا ما تضحكش عليا، ما تخزوقتش. لا طيب، تعال نروح نبيع اللحمه. تعال نبيعها الاخ ده. خد يا عم لحمه مشويه 50 قطعه. ماشي، بقى معانا 500. بكام ال 1400؟ امال الحصان هيبقى بكام؟ ولا البقره اغلى؟ مش عارف. ماشي، ان شاء الله في يوم من الايام، في يوم من الايام. ما تعيطيش ما تعيطيش، عشان لو عيطت انا هعيط. طيب وريني بقى الزرع ده نظامه ايه ده؟ طب ما هو ما احنا زرعناه اهو. طب احنا السماد كنا حطيناه تقريبا هنا في الصندوق هناك ده. هات السماد. ماشي، طيب نحط الفيرتلايزر. اوكي، حط هنا برضو. طلع المعول. ها، فتحنا مبنى جديد الحمد لله. حظيرة مش عارف هنربي فيها ايه بالظبط، بس هنعملها وخلاص. طيب عايزين بقى حظيرة، وريني شكلها عامل ازاي. دي كده تبقى كبيرة. مباني تربية حيوانات ولا ايه؟ لا، زراعة. ايوه ماشي. اوكي، يا ساتر شكلها متعبة الحظيرة دي، بس هي هتبقى مفيدة بصراحة. نجيب بس بقرة غالية اوي. نجيب خنازير، نعمل ايه طيب؟ ارخص حاجة. بسم الله، في حاجة توقف على اللوجز بس. الحظيرة دي بالذات استهلكت لوجز كتير قوي، أكتر من أي حاجة تانية. إيه ده، دي ناقصة لوج؟ في حاجة فوق ولا؟ ناقصة هي الخشبة فوق. لوجاية واحدة بس. طب ما أكيد أكيد البنت عملت لوجز. نروح نجيب لوجاية ونيجي بدل ما نكسر شجرة. عايز اللوجز. هي لوجاية واحدة. يعني كنت متعشم انك تكوني عملتي اكتر من كده بصراحة، مش لوجاية بالعدد يعني، بس ماشي كتر خيرك. اخيرا يا فرج الله. اوكي كده بقى نقدر نشتري حيوانات. خش ننام بس، خرب بيت الفرهدة. تعالي خلاص، ده الخريف خلص، نبدأ ممكن بقى نزرع حاجة جديدة. ما نشوف كده، عايزين نشتري بذور برضو ونكمل في تطوير الزراعة لغاية ما نوصل للحمار عشان أعرف أتنقل الموسم التالي. هي العلامة دي، العلامة دي أنا عارفها، هي دي اللي في بالي. قال لك زراعة. قال لك زراعة عشان أعرف أتنقل. يا رب ما تكونش دي العلامة اللي في بالي. يا نهار أسود، ما تقوليش جالك راجل حكيم عشان أنا مفلس. مش ناقصة حكمة دلوقتي، أنا مش لاقي أكل. الحمد لله ما جاليش حد حكيم، وأنا ليه لما بنام الموسم بصحى هنا؟ هو والنبي هو. هو روحنا في داهيه، ولا فيها زراعه. طب نربي حيوانات بقى، نربي حيوانات ونحترم نفسنا. بس بص الطوب. محتاجين لبس، محتاجين لبس. بص الطوب باين ازاي، تصدق الشتاء احلى في
ان كل حاجه واضحه. الواد بردان قوي. انتوا جبتوا الفرو ده منين؟ قال لا بقول طب ما تسلفوني. طيب يا ولاد اللذينه ده انا زعيم القريه. اخص عليكم، انا اللي قويتكم وانيتكم. ايه انيتك دي يا عم؟ انا ما حدش عمل معايا كده. طب مش هعمل لكم خشب تدفوا بقى، عنكم ما اتدفيتوا. انا بقى انا قاعد بردان بتكتك وانتوا عايزين تدفوا؟ ايه البجاحه دي؟ تعالى يا عم نروح نشوف لبس يا عم. طب طلع الشعله. طيب تصدق الشعله خليته يدف. مشكله الموضوع ده. احنا كده محتاجين نمشي بقش كتير بقى، محتاجين نمشي بقش كتير عشان نعرف نتدفى. طب انا عايز لبس. تعالى نشوف لو خدنا بقره صغننه. وفين بتاع المواشي؟ ايوه البقره. يا ساتر لا اله الا الله. ذكر لا واضح يا باشا واضح. طب ما نجيب ده، نجيب عجل صغنن ب 375. اصبروا. طيب ايه ده؟ الله ما انا عندي حظيره يا عم. ايه بقى في ايه ده؟ الحظيره دي طلعت مش بتخزن فيها حيوانات ولا حاجه. لا جميل. طيب تعال نكمل ميشنز عشان انا كده هتشل. تعال نكمل ميشنز وهنبقى عملنا اي حاجه. كلمت عمو مع الراجل بتاعك ده. مرحبا لقد تحدثت مع سنبور، شخص لطيف جدا. هل تمزح؟ كان اكتر شخص مخيف قابلته في حياتي. مش مخيف، وقليل ادب. خد طلب مني ان اعطيك شيئا حقا. اداله ضربه بالقبضه. مش عارف هل ستقوم بالتسليم؟ هل تريد مني؟ يقولك لا انا العربي مش جاي معايا خالص. لا احنا هنحولها انجليزي. انت يعني لو بتلعب بالعربي مش لازم تفهم القصه، لانك مش هتفهم القصه اساسا. ماشي انا مش فاهم بصراحه. اسكبينا قصه. استعد منجل، عايزنا نرجع له المنجل. ماشي عايزنا نرجع له المنجل بتاعه. طب ما تيجي ناخد ميشن تاني عشان المهمات الرئيسيه دي بصراحه ممله. تعالى ناخد فيه هنا. المفروض في حد عايز يدينا مهمه هنا قريب. طلع الشعله تدفى شويه. ايوه انت اسمك ايه؟ زيبور. انت زبون يعني زبون. هل يمكنني مساعدتك بشيء؟ احتاج بعض مواد الحرف. اوكي امورني. ايه انا عايز اتتبع الميشن. المفروض لو خدت ميشن يديك اوبشن تتتبعها على طول. عامل صيانه. احتاج 2 لوجز بس واخد 50 عمله. بتهزر؟ يا على البساطه. والله انت راجل غلبان ومحترم. انا مش معايا 2 لوجز، ممكن يكون معايا اساسا. ده طلب بسيط لطيف. يا هي دي المهمات يا راجل، مش العصابه وانضمنا للعصابه وعمك وعمي وحاجه في منتهى القرف. وريني كده. هاتي 2 لوجز. ماشي يلا بينا. خد ابو كباتن، بس انا بس اتاكد انا معايا 563. ده كل ما تحتاج لي 600. ماشي اوكي. قلت بس تضحك عليا ولا حاجه. معلش واحد لازم يشيك. اوه الشعله كسرت. اعمل غيرها بسرعه، اعمل غيرها بسرعه هنموت. قصه الون مش ده اللي ساعدناه حد اخته الصغيره تقريبا؟ هو بس كان لابس طاقيه ساعتها. ما الجديد لديك؟ ليس هناك جديد، انا مشغول ناهيك عن ان قربه الماء لدي تسرب. اجيب لك واحده غيرها يا سيدي. اقسم انها كانها تفعل ذلك عمدا. ما تقدرش تشتري واحده جديده. يقول لك لا انا بحب دي، انا متعلق بيها. من اجلك يا صديقي ساتظاهر بان هذا ليس مقززا. كيف يمكنني المساعده؟ الى الغرب من هنا توجد قريه بها كوخ للخياطه. هل يمكننا الذهاب الى هناك والتحدث مع الخياط؟ اوبا خياط يعني عنده لبس. انت جيت في وقتك، جيت في وقتك. هذا الون والله. بالطبع هذا لن يكون مشكله. ساعود بقربه الماء العطنه الخاصه بك. بيني وبينك اربط ميه ومتعلق بيها يعني حاجه معفنه شويتين بس ماشي مالناش دعوه. المهم تخلص الميشن بتاعته 900 متر. لا اله الا الله. اقابلكم هناك بقى. الحمد لله وصلنا. شوف بقى الخياط اللي هو بيقول عليه ده. نحاول ناخد ميشن من هنا لو حد عايز ميشن. يا عيني لو بتقولها بصوت عالي بتقول لك اي حد يشغلنا، اي حد يشغلنا يا جدعان. بقول لك ايه، انا عندي بلاوي مش ناقصه. دي مكنه الخياطه ما قبل اختراع مكنه الخياطه. انكسر خرب صديقي، ابحث عن شخص يمكن اصلاحه. يمكنني اصلاحه، لن يكون الامر صعبا. ما الذي تحتاجينه؟ بعض الجلود. يا ريتني كنت جبت معايا. شت محتاجه كام؟ 2 جلد. كده كده محتاجين نصطاد اساسا، ولازم غزال او خنزير بري. طيب تعال بقى نقطع اللوجز عشان نعمل شويه رماح. ايش هات سجل
سجل نعمل لنا بقى ايه اربع رماح يا دوبك نصطاد بيهم غزال واحد. بعدين بقى في البردان وعمال يخسر هيلث ده. ابن ارحمني قاعد تقول لي الغابه مليانه غزلان ومش شايف حاجه. انا وانا جاي في الطريق اصلا جريت 900 متر ما لقيتش غزال واحد. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي اللي بيوحشني. شفت الدريفت؟ شفته هو بيدرفت عشان التلج يا عيني. قال لك استنى يا عم استنى يا عم مش عارف انطح. سخر زعلانين في البيت. لازم اصطاد واحد كمان رخامه يعني. انا بقى معايا الجلد اللي هي عايزاه خلاص بس لازم اصطاد واحد كمان. اوفر اوفر يعني رميه اوفر بجد. اه جاي جري. بص 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 هو جاي جري. الحماس الحماس هيموته او الرمح هيموته. يا اما انا الهيلث بتاعي واقع. نايس نايس نايس. ولازم نمشي من هنا لازم نمشي من هنا. يا اما نعمل كامب وننام احتياطا. طيب الحمد لله انا خدت بالي الميكروفون كان مطفي مش عارف ايه السبب بصراحه. الحمد لله ان هو طفى. يعني انا بحسب من الاول التسجيل انا قلبي وقف والله. لما ببص كده لقيت مفيش صوت قلبي وقف. بس الحمد لله هو طفى من شويه بس مش فاهم ايه السبب مش فاهم اللي خلاه يسكت. طيب الحمد لله. ارني بضاعتك. خد يا معلم الايه اللحمه اللي معايا دي. احلى حاجه ان كلهم بيبيعوا بنفس السعر مفيش بقى شغل ايه كل تاجر بيبيع بسعر معين ودي حاجه ظريفه بصراحه. خد اللحم المشوي. ماشي السلام عليكم. روح ننام بقى كده كده الليل بيليل اصلا. ايه يا عم ايه يا عم عايز تخانق ولا ايه عايز تخانق ولا ايه؟ نديها احلى نومه في التلج. يا سلام هيصحى مش عنده برد عنده كورونا. نعمل ايه بقى نرجع للواد الون. برد برضو لا 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 تعالى عم نشتري حاجه تانية. مش عايز اشوف الجمله دي. نشوف كده لو نقدر نشتري حاجه رخيصه كمان. هي راحت فين؟ هي جوه صح ولا ايه ولا بره؟ مش في مكانها. دوخينا عليكي بقى. هي دي مرينا ماتيلدا. اسعار رتبيها بالاحقر. حقيبة صغيرة. ايه ده فرقت ايه؟ زائد 3 كيلو زائد 3 كيلو برضو. اه ده دي زائد 6 كيلو. طب ما كنا جبناها دي من الاول احسن. خدتش بالي. زائد 10 كيلو بتزود الوزن 10 كيلو وب 300 بس. انا استعجلت. انا استعجلت. قفازات ممكن نجيب قفازات. نقدر نجيب قفازات جلديه سميكه تحمي من البرد شويه. بس انا عايز حقيبه بصراحه. دي بتزود 10 كيلو زياده. لا لازم اشتريها مش قادر مش قادر. 10 كيلو زياده ماشي مش مهم بقى نستحمل البرد شويه مش مهم. وريني هي فين. اوف الوزن بقى 48 كيلو الليمت. الحقيبه وحقيبه الظهر يعني دي حاجه ودي حاجه. طب كويس والله. معنى انا لو كنت اشتريت الحقيبه اللي هي التانية هتدينا برضو ليمت اكتر. ماشي ايوه كده يا راجل. انا كنت هتجنن من اقف جنب النار هنا. اقف جنب النار ما تصدعناش. خش جوه اقول لك حاجه. خش خش اولع جوه النار. ما جاتش وجاي عليا بيغزني 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 الولد بيغزني جاي في وشي. بصراحه الخنزير اسهل حاجه واجمد حاجه يديك لحمه كتير من غير وجع دماغ. الغزال ده مقرف. طيب رجعنا اتكلم مع الاخ الون. اهو ادوين. ادوين مين انت مين فين الون يا عم انتوا ما تحيروناش انت عم الون. فخدعتوا معايا اخبار ساره صلحتها لك يا سيدي. طيب خدنا بذور بصل. حلو حلو نبقى نزرع بذور بقى. انتوا بتزرعوا في الشتاء عادي ده جزر كمان. طلع الشعله. طيب في حد عايز ميشن ولا حاجه؟ مش حد عايز ميشن؟ نرجع نشوف الناس اللي جعانه وعطشانه وحالتها صعبه دي مفيش اكل. المشكله ان انا عمال ابيع في اللحمه لو عرفوا انا بعت لحمه قد ايه هيشتموني والله. سايبنا جعانين كحيانين مش لاقيين ناكل وعمال تبيع لي في لحمه. يا عم مش 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 منكم واليكم. باخد الفلوس واصرفها على نفسي فبالتالي بصرفها عليكم انتوا. شرحه نفسها يعني. طيب جميل الحظيره اللي طلعت مش حظيره. عايزين نحط لهم اكل اكل اكل. انا بس ايه نظام الاكل اصلا؟ معنا 27 قطعه عيب بقى. شفنا ما بنسكوش ازاي. اوه في لحمه عامله بوز مني. طيب كل اللحم المجفف ده ايه تسمم ليه 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 حالته 25%. اه تسمم ده بايظ
كان في كام فايل هنا راح؟ مين اللي شاله؟ ايه قلة الادب دي؟ طيب تعالى نشوي جوه. شوي لهم يا سيدي 27 قطعه لحم. تمام. حط لهم بقى ايه؟ حط لهم كام لحم مشوي؟ حط لهم 20. ناكل احنا 7. اوكي. ماشي، عايزين خشب هم. بقول لك ايه، تعالى نبني وود شيد كمان، نشغل الواد فيها. انت واقف مستني الفرج يعني ولا ايه؟ طب انت ممكن تشرب دايركت صح؟ طيب يا عم. يعني ممكن يجي لو عطشان يجي يشرب، خلاص بسيط. وانت مستنيه ايه؟ زعلانه؟ مش عايز تشتغل؟ في ايه؟ مفيش اكس راجل. طيب عامه تعالى برضو نعمل وود شيد جنبها. المباني، استخراج، وود شيد. ماشي. حجر. هذا الحجر في الشتاء، بص سهل وواضح وصريح وجميل. محتاجين حجاره تانية. حجر 2 يا ابني بقى. يا ابني بقى يخرب بيت البرد اللي هتقرفنا بيه. اوكي كويس ان احنا معانا قش. تمام قوي. تعال بقى نشغل واد هنا. بص يا سيدي. انت عم نير ده، انت اعمل لنا ايه بقى؟ اسايمنت، عايزين لوجز برضو وحطب. ولكن اكسبت، ولكن وريني تشينج انتنسيتي. عايزينك تركز على اللوجز قوي يعني. اعمل لنا مثلا ماشي 8 لوجز وحطبتين. خلاص خليها حطبتين بالظبط، وزود اللوجز. تمام كونفيرم. عايزين بس بقى نعمل لهم ايه؟ اكسس. وريني كده الاكسس. محتاجين حجاره، تعالى نجمع الحجاره. طيب تعالى نعمل اكس، نحطه هنا. واقف مريح مأنتخ، طالع على باله. The king is the king as long as he doesn't poke his nose into my. اشتغل ده بطل رغيل، اشتغل ده وانت ساكت. تعالى نعمل اكس برضو هناك. اكس. هو بيشتغلش ليه؟ الواد ده بيشتغلش ليه؟ تعالى نعمل لهم حطب عشان ما يتحجبوش. وانا لو حطيت الحطب هنا مثلا يمشي معاكم ولا لازم احطه في اوضتكم؟ حاضر ماشي. بتقول لك الدنيا بارده قوي، عايزين شويه حطب. ماشي ما ينفعش. لازم احطه في البيت بتاعه. طب البيت بتاعي طيب ما يمشيش؟ واحد، احنا الاثنين واحد، وبخش خده عادي عشان بس البيت بتاعكم ده بعيد بصراحه ومشوار. حطب. مش انك تدفي نفسك، انت لما تدفي احنا دفينا يعني. لا مفيش الجو ده، مفيش يعني جو زي ما تاكل كاننا كلنا، زي ما تدفي احنا دفينا يعني، الكلام الحمصي ده. ماشي نحط له معمل حطب. ماشي حط الحطب. اعلى حاجه ان هم في الاستخراج زي الزفت، احنا عايزين نجيب حد في الاستخراج حلو، لان تقريبا مهنه الحطاب دي بتعتمد على الاستخراج. المفروض كده يبقوا مبسوطين. بتاعي اللي هي. عايزين نخلي بالنا، احنا عمالين نزعلهم كل شويه. طيب هل عمل لحمه فعلا؟ مش مهم لحمه دلوقتي، عامة انا بتكفل باللحمه كده كده. عايزين نجيب حد حلو في موضوع الاستخراج ده. كده هما الاثنين شغالين على اللوجز. بقول لك ايه، احنا مش عايزين زحمه هنا، تعالى شيل الجلد ده والجلد ده والسماد والطين والفرو، حطهم في الصندوق ده، ما بنعملش بيه حاجه اصلا. اركن السماد، طين، جلد، في فرو برضو راح فين؟ فرو اهو. ماشي
حلو قوي كده. كده بقى معانا اتنين بيستخرجوا لوجز عشان ما اوجعش دماغه واقعد اقطع في شجر. نعمل ايه تاني ابو الجماجم؟ الحظيره دي لازمتها ايه؟ استنى كده. ايه ده؟ يعني هو بيعمل حبوب؟ محتاج ايه؟ محتاج بوبي؟ بوبي مين؟ ايه بوبي دي؟ ايه دي؟ انتوا مش شايفينها صح؟ تصدق؟ محتاج بوبي، ايه بوبي دي؟ ايه ده ممكن يعمل، ممكن يعمل سماد من الاكل اللي بايظ، محتاج 10 فساد ويعمل سماد. ممكن تطلع دقيق من الشوفان، دقيق من القمح. اوكي، يبقى هي ليها علاقة بالزراعة، موضوع بحت يعني. محتاجة حاجة؟ دي بدأت، ايه ده بدأت تنبت ايه؟ كويس ولا ايه؟ ايه ده انا ممكن ازرع في الشتاء؟ استنى كده. ممكن نزرع جزر؟ يبقى الجزر يتزرع في الشتاء عادي. تعال نروح نجيب جزر. السلام عليكم. ارمي كده، ارمي بضاعتك. لا تصدق بذور جزر يعني. طب ما هو بذور الجزر. هات لنا 10. هات لنا 10. بقى معايا 98. بدأت أفلس. أنا ماشي. إيه الغباوة دي؟ طيب وريني كده. بذور الجزر. أوكي طب والله نايس، ينفع نزرع في الشتاء كويس. ماشي. الواد بتاعي بيموت كتر البرد. انا كان لازم اشتري حاجه من البرد ده. ايه ده؟ ايه ده؟ عندها ميشن؟ انجا ارمي بضاعتك. بيض، ريشه، سماد طبيعي، علف. طب وايه ده؟ دي عايزه ايه؟ مرحبا، ايه ده؟ هل نعرف بعدين؟ انا هنا من اجل منجل. مش قال لي هات المنجل منها؟ اذهب بعيدا يا صغير لقد فزت بها بشكل نزيه. تقول لك المنجل بتاعي انا اللي فزت بيه. فزت بيه في ايه؟ اتراهنته؟ يقول لك ممكن شراها مني او نلعب. نلعب؟ ما هي اللعبه؟ لعبه الالغاز. كيف يلعب؟ بسيطه، سأطرح عليك ثلاث الغاز يبقى عليك جميع بشكل صحيح. خطا واحد واللعبه تنتهي. ان فزت ستحصل على الفأس. طب واذا خسرت؟ لن تدين لي باي شيء، ستتخلى فقط عن فرصه الحصول على الفأس مجانا. طيب دعينا اختبر الالغاز. ما الذي يختفي في اللحظة الذي تنطق بها؟ الصمت. صحيح. اوكي. أطعمني فأحيا ولكن اسقني فأموت. النار. أنت جيد جدا. ماشي الله يكرمك. إيه الألغاز العبيطة دي؟ حل هذا اللغز الأخير. استمع جيدا. أستطيع الطيران ولكن ليس لدي أجنحة. أستطيع البكاء ولكن ليس لدي عيون. أينما ذهبت يتبعني الظلام. أستطيع الطيران ولكن ليس لدي أجنحة. غيمة. أستطيع البكاء ولكن ليس لدي عيون. غيمة. ماشي. إيه ده؟ شكرا. ماشي. إيش شاطر. حليت الألغاز. أنا شطور. خلاص خدت المنجل. تبدو كالشبح. ليه يا جدعان؟ طب ما تناموني معاكم والنبي. انت لسه قايلها انا ابدو كالشبح وحالتي صعبه. وريني كده. انا ما خدتش حاجه. انا كنت ببص بصه. ببص بصه. ما خدتش حاجه يا ولادي اللذيذه. عالم اوفر. طب ايه رايكم بقى عند فيكم هسرقكم بقى فعلا. وريني كده. ايه ده انتوا كلكم صاحيين؟ ايه الناس دي؟ مش هتناموا؟ مراته بتضرب، عماله تضرب فيه. شكلي جيت في وقت متاخر. الولايه عماله تلف حواليه وتدي له بالقلم تقريبا. ترخ. لا طب اجي لك بعدين. شكلك بتتهزق مش فاضي. باجي لك بعدين يا معلم. تعال نشوف بيت تاني هنا. ما تنام يلا انت وهو، انت وهي يلا. استغفر الله العظيم رب. الناس كلها صاحيه. والله انت محترم، يا ريت الناس كلها زيك يا اخي. هل يمكنك التحرك قليلا؟ ايوه تحرك قليلا. تحرك قليلا بعد اذنك.
تحرك قليلا كمان. ماشي. ومراته نامت. جميل قوي جميل. ممكن تطلع برا عشان اسلاك بعد اذنك. الله راجل محترم وابن حلال. اوكي. خلاص يا باشا انا خلصت. خش انت بقى. انا كله تمام. ابقى نصص معاك الفلوس بعد ما نروح ان شاء الله. اقول لك حاجه، تيجي نسال حد من اهل القريه على خنازير، مكان الخنازير، شوف هيقول لنا ايه كده، ونروح نصطاد خنازير ونبيع اللحم. تعالى نسال دي مثلا، اين يمكنني ان اجد حيوانات بريه ثدييات؟ انا لست الشخص المناسب، ابحث عن صياد محترف يستطيع مساعدتك. ايه ده؟ الوان ده عايز مهمه جديده. تعالى كده نتكلم معاه نشوف عايز ايه المره دي. خد عماله. لقد مضى وقت طويل دون ان نرى بعضنا البعض. الوان يلاوع الكذب، كيف حالك؟ مرحبا، لن تصدق ما حدث، انكسر معولي. ولا انت كل شويه بتبوظ الحاجه. ايه شغل خطيبتك قبل ما تتخطبوا ده؟ لقد انكسر ايفوني. يا للهول، لا تضحك، انه امر مهم بالنسبه لي. كيف يمكنني مساعدتك؟ قمت بالفعل بطلب واحد جديد من فاليبور الحرفي من القريه الموجوده على الجانب الاخر من النهر. لم استلم المعول. طيب اروح اشوف لك المعول. حاضر. ايه ده، خدت 120؟ خدت 120 كوين ليه؟ ماشي، شكرا حبيبي، تسلم. ايوه فاليبور. ارسلني الون لاستلام المعول. افترض ان شيئا سيئا قد حدث له، لا يستطيع ان يدرك الى اي مدى يحد من امكانياته لازال شبا ممكنه تحقيق الاكثر من مجرد العمل في الميدان. الكلام ده كله على الون يعني؟ اوكي، ربما تستطيع ان تجعله يعقل. ماشي، بالنسبه لالون العدد هو 90 عمله. شيئا اخر، هناك صيد يبحث عن مشترين لاقواسه، هل انت مهتم؟ ليس الان. لا ليه؟ خد تعالى هنا. انا عايز الاقواس اللي انت بتقول عليه. ايه ده؟ ايه يا عم الحاجات الغريبه ده؟ كابتن ما تقولهاش كده وترميها، انا عايز اشتري قوس. انا يمكن ان اجد، ممكن نساله على الحيوانات البريه؟ محتاجين صياد محترف. بائعون الصيد. ايوه هانتر، عايزين هانتر. ليزنيكا او توت. ليزنيكا، في ليزنيكا دي. او توتكي، توتكي هيكون فيها صياد محترف. تعال نرجع لالون دلوقتي. اتفضل يا عماله، هو معولك. شكرا. هل كان لديك عملات كافيه؟ ممكن اضرب على ال 30. هو اداني 120 والتاني خد 90، ممكن اضرب 30 في جيبي. يا عم لا يا عم، اداله السمعه زادت. اوكي، هذا لطف كبير منك. ماشي حبيبي. تحدثت مع فاليبور؟ تحدثت مع فاليبور. كان يبحث عن شخص او يبحث عن مشترين لاقواسه. حقا، هل انت مهتم؟ لم اقم ابدا باطلاق السهم. ماشي، لديك طريقه مختلفه في النظر للحياه، قد تكون على صواب، ساحتاج لتفكير في الامر. الواد ده احنا بنساعده لله وللوطن، بنساعده شفقه، بيديناش اي حاجه، مفيش اي فلوس بناخدها منه. ماشي ماشي عم قالوا. محتاجين ميه. وايه الهبل ده؟ ما تملوا انتوا، ولازم انا اخد الجردل واملهولكوا وارجعه. يا ربي، في عبط كده برضو. رينا يا ستي، تاخدوا انتوا الدلو واملوه، ولا لازم عين واحد؟ شكل لازم عين واحد صح؟ جيب واحد مخصوص. يا سلام، جيب واحد مخصوص يملى الجردل. ماشي، اتفضلوا الدلو بتاعكم. لحم مشوي معاهم كام؟ عندهم 16. طب كفايه، خدوا 5 6. تمام، مبسوطين كده. اتمنى نبتسم شويه. تيجي نروح للصياد اللي في فين، اللي في توتكي ده، او حتى ناخد مهمه. في حد عايز مهمه في توتكي؟ ومننا نعرف من الصياد دي يمكن يعلمنا حاجه. طيب وصلنا القريه اخيرا. تعالى نشوف بقى الصياد ده فين. ايوه هو ده الصياد، غير مهتم بالتحدث. يا عم وهم. طب بقول لك ايه، بعد اذنك تحركي قليلا. بعد اذنك بس طريق مش عارفين نمشي، ما انت طريق مش ليكي لوحدك. اوه اتس يو اجين، هاو كان اي هيلب يو؟ هاو دو يو دو؟ لا 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 لا. ايوه الله عليك، والله انت محترم، ربنا يبارك لك. سيف بس احتياطا، كل ده على مطرخ خشبيه. تعالي خش يا شيخ. طيب ننام ونجي له الصبح. بتاع كده، اوكي، ولع النار، نام. الموسم التالي، الموسم خلص. ماشي، الشتاء خلص اخيرا. ايه ده، العام الاول؟ بالتاكيد انت لن تفهم اساسيات اللعبه.
ماشي تمام، متشكرين يا سيدي، متشكرين على التوتوريال الغريب ده. سلام، اخيرا مش محتاج الشعلة في حاجة. بس يعني بالنسبة لان انا كنت قربت من راجل خلاص يا ولادي الجزمة طلع بزبالة والله. طيب طيب المرة الجاية بقى ان شاء الله، المرة الجاية انا بروح للصياد ده ونشوف نقدر نشتري منه ايه وهيعلمنا ايه. اهلا، كل ربيع يطلب منك دفع الضرائب للملك. هروح ادفعها اليونيجوست. اليونيجوست ده بتاريخه اللي هو حكاولي التاريخ القذر ده هيسرق الضرائب اساسا. ماشي، عايزين ندفع الضرائب اليونيجوست. ايه ده؟ ده البيت، البيت بتاعكم صح؟ ماشي، التاريخ واقف بينظف وحش حاجه. انتوا ايه مبسوطين ولا ايه؟ 2% الحمد لله، انجاز انجاز. نفسي نطلع من السالب كل طول الوقت بالسالب. طيب خلونا نكتفي بهذا القدر بالنسبه لحلقه النهارده. كالعاده اللعبه تحس ان انت عملت حاجات كتير وفي نفس الوقت انت ما عملتش حاجه من كتر ما هي لعبه كبيره لسه وعمالين نمشي فيها واحده واحده. المره الجايه هنحاول نروح للصياد ده ونشوف هل نقدر نشتري من عنده قوس ولا حاجه، لان صيد الغزلان مقرف بصراحه. وبما ان احنا خلصنا من الشتاء الحمد لله فهتلاقي حيوانات كتير نقدر نصطادها تاني. اتمنى لكم القصه بتاعت الفيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك، ولو انت جديد شرفني بشاركك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.